وأما من قال بأنه خاص بالنجاشي أو أنه لا يصلى على أي جنازة مطلقا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي إلا على النجاشي فقط ومات أناس ولم يصلي عليهم، فهنا تأتي مسألة، هل هذا الأمر خاص بالنجاشي أم أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على غيره من الصحابة صلاة الغائب؟ هناك صحابي اسمه معاوية ابن معاوية المزني ويقال الليثي، وذكر ترجمته ابن حجر رحمه الله في الإصابة أن أنس قال نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد مات معاوية ابن معاوية المزني أتحب أن تصلي عليه؟ قال نعم، فضرب بجناحيه فلم يبقى أكمة ولا شجرة إلا قد تضعضعت، فرفع سريره حتى نظر إليه فصلى عليه، وخلفه صفان من الملائكة كل صف 70,000 ملك. فقال يا جبرائيل بما نال معاوية هذه المنزلة؟ قال بحب قل هو الله أحد وقراءة قل هو الله أحد جاثيا يعني على ركبتيه وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال، وهذا عند الطبراني وغيره. وذكر ابن حجر رحمه الله طرقه المسندة والمرسلة، وذكر قول ابن عبد البر أسانيد هذا الحديث ليست بالقوية، ولكن ابن حجر رحمه الله في الفتح قال وقد ذكرت في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه، وهذا يفيدنا أيضا بفائدة من أن الحديث ثابت عند ابن حجر وأنه ليس خاصا بالنجاشي